هذا يقول: هل فرقة العرضة التي تكون في الأعراس جائز الاستماع لها، خاصة قد يصاحبها دف أو طار وأحيانا طبل، وهل يعتبر المال المدفوع لها جائز أم أنه وضع للمال في غير محله، وهل هو من التبذير؟ نعم، لا تجوز العرضة إذا كان معها طبول وهذا لا تجوز، لا إذا كانت بس فقط الدف فهذه مسألة خلافية، هل الدف جائز للنساء فقط أم أنه للرجال والنساء في الأعراس، أو للنساء فقط؟ الذي أميل إليه أنه للرجال والنساء في الأعراس، يجوز للرجال ويجوز للنساء، لكن الدف، أما الطبل وهذا لا، الطار الدف ما في بأس إن شاء الله تعالى، هذا يجوز استعمال، أما الطبل لا يجوز.